الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله تعالى في كتابه هداية الناسك إلى أهم المناسك: زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا فرغ الحاج من الحج استحب له زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا دخل المسجد قال بسم الله مقدم رجله اليمنى، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في شأنه كله. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ويقول ذلك أيضا عند خروجه من المسجد مقدم رجله اليسرى، إلا أنه يقول أبواب فضلك بدل أبواب رحمتك، لحديث فاطمة رواه أحمد وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الحديث عن المناسك وعن منسكي الحج والعمرة، ختم كتابه بأحكام زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبقا ذكرنا أن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا ارتباط لها من حيث المشروعية بالحج والعمرة، ولكن اعتاد الناس إذا أدوا مناسك الحج والعمرة، خصوصا من أتوا من الأمصار البعيدة، أن يزوروا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلوا فيه ما كتب الله لهم، ثم بعد ذلك يزوروا النبي صلى الله عليه وسلم ويزوروا قبره. والمشروع في هذه الزيارة هو زيارة المسجد فهي الأصل، وزيارة القبر هي تبع لزيارة المسجد. ولهذا ذكر العلماء أن النية في شد الرحال تكون لزيارة المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. فهذه المساجد الثلاث هي التي تشد الرحال لزيارتها، وأما ما عداها فلا يجوز لمسلم أن يشد الرحال، بمعنى يسافر من بلد إلى بلد ليصلي في مسجد. حتى مسجد قباء، لو أن رجلا أتى من بلد بعيد وشد الرحل قال من أجل زيارة مسجد قباء، نقول هذه الزيارة وهذا السفر ليس بمشروع، وإنما تشد الرحال لهذه المساجد الثلاث. فإذا استقر الزائر في المدينة وزار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، شرع له تبعا أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، وكذلك يزور مسجد قباء وأيضا زيارة المقابر في المدينة كالبقيع وشهداء أحد، كل هذا مشروع. لكن لا ينوي الزائر بسفره زيارة القبور أو زيارة مسجد قباء، وإنما ينوي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بقية المساجد في المدينة فإنها لا تشرع زيارتها حتى لمن استقر في المدينة، مثل مسجد القبلتين ومسجد الجمعة والمساجد ومسجد الغمامة والمساجد القديمة التي في المدينة، فإنها لا تشرع زيارتها. إذن بهذا يظهر لنا من حيث شد الرحل والزيارة أن القسمة الثلاثية،
ما تشرع زيارته ويشد له الرحل، وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تشد الرحال لزيارته، وما تشرع زيارته من غير شد للرحل، وهو قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قباء، وكذلك مقابر في المدينة كالبقيع وشهداء أحد. هذا النوع الثاني. النوع الثالث ما لا تشرع زيارته لا بشد رحل ولا بزيارة في حق المقيم في المدينة، وهي بقية المساجد، ولكن متى ما مر الزائر بأحد هذه المساجد أثناء وجوده في المدينة وصلى فيها لا نشدد، نقول لا لا يصلي. إذا مر في الطريق بالقبلتين وبغيره وصلى في هذا المسجد فلا بأس. كذلك السبع المساجد هذه لا تشرع زيارتها، وهذه المساجد السبعة محدثة، لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه، والذي يظهر أنها كانت في الدولة العثمانية ثم شاع بين المسلمين، بين عوام المسلمين، وإلا العلماء ما يعتقدون هذا، يعتقدون أن هذه مساجد للصحابة، وأن هذا مسجد أبي بكر، وهذا مسجد عمر، وهذا عثمان، كان قديما الزوار يقصدونها يصلون فيها، وبعد هذه التوعية وبعد الجهود العلمية وأيضا تفقه المسلمين الحمد لله في دينهم قل من يأتي لهذه المساجد، ثم أقيم المسجد الكبير الذي استغرق هذا المشروع الضخم في بناء هذا المسجد المساحة التي كانت تقصد بالزيارة، فأصبح هذا المسجد كغيره من المساجد في المدينة يصلي الناس فيه وينتفعون بهذه المساحة الكبيرة بالصلاة في هذا المسجد كغيره من مساجد المدينة. ينبغي للمسلم ويجب عليه أن يعلم دينه وما الذي شرع له، وإذا شرع أمر من الأمور يعلم كيفية تأدية هذا العمل. وهذه الزيارات على قسمين لهذه الأماكن في المدينة، مساجد ومقابر. أما المساجد كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء فيشترك في مشروعية زيارته الرجال والنساء، وأما المقابر كالبقيع شهداء أحد فإن زيارة المقابر مشروعة للرجال دون النساء. قال المصنف: وإذا فرغ الحاج من الحج استحب له زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فرغ من الحج استحب له، هذا الاستحباب ليس هو متعلق بالحج، وإنما هو مستحب لكل المسلمين في كل وقت. زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة في كل وقت، ولكن اعتاد الناس إذا أدوا مناسك الحج والعمرة أن يزوروا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى شاع بين العوام في المدينة بل حتى بين طلاب العلم أنهم يسمون هؤلاء الزوار حجاج، والذين في المدينة ليسوا حجاج وإنما هو زوار، وإما الحجاج هم الذين ذهبوا إلى مكة فهم في سفرهم للمدينة يؤدون الزيارة، الصحيح أن يسمى زوار المسجد، وأما الحجاج هم الذين يذهبون إلى مكة، وهؤلاء لا شك أنهم في سفرهم أتوا للحج والزيارة، ولكن سفرهم هذا ليس هو للحج وإنما هو للزيارة. قال: إذا دخل المسجد يقول بسم الله مقدما رجله اليمنى كما هي السنة في كل المساجد. قال: لأنه كان يعجبه التيامن في شأنه كله، يعجبه التيامن في شأنه كله مما فيه شرف وإكرام، وكانت شماله لطهوره عليه الصلاة والسلام، فيقول بسم الله والسلام
على رسول الله، وفي بعض الروايات والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا يقوله إذا دخل المسجد، وإذا خرج من المسجد قدم قدمه اليسرى وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. وهذا مشروع في كل المساجد، وليس لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وليس للمسجد الحرام ذكر خاص لدخولهما، كما ذكر هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مسكه، قال لا أعلم أن لدخول المسجد الحرام ذكر خاص، وإنما دخولهما كغيرهما من المساجد. قال ثم نعم. قال المصنف رحمه الله: ثم يبدأ بتحية المسجد فيصلي ركعتين، ثم يأتي القبر الشريف فيقف قبالة وجهه صلى الله عليه وسلم، ويستقبل جدار الحجرة، ويكون مطرقا غاض البصر، خاضعا خاشعا مستحضرا لعظمة من أرسله وفضله على سائر الخلائق، مملوء القلب هيبة كأنه يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيسلم عليه فيقول: السلام عليك يا رسول الله. كان ابن عمر رضي الله عنه لا يزيد على ذلك، وإن زاد عليه فحسن كالنطق بالشهادتين، ويقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا نبي الله وخيرته من خلقه وعباده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وعبدت الله حتى أتاك اليقين، وصلى الله عليك كثيرا كما يحب ربنا ويرضى. اللهم اجز عنا نبينا أفضل ما جزيت أحدا من النبيين والمرسلين، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يتقدم قليلا من مقام سلامه عليه صلى الله عليه وسلم نحو ذراع عن يمينه ويقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق. ثم يتقدم نحو ذراع عن يمينه أيضا ويقول: السلام عليك يا عمر الفاروق، ويقول: السلام عليكما يا صاحبي رسول الله وضجيعيه ووزيريه، اللهم اجزهما عن نبيهما وعن الإسلام خيرا، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. حسب. قال المصنف رحمه الله: ثم يبدأ بتحية المسجد. وتحية المسجد مشروعة عند دخول كل مسجد، فإذا دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إن صادف هذا وقت فريضة وأقيمت الصلاة دخل مع الإمام في الصلاة ولا ينشغل بتحية المسجد، وإذا صادف وقت فراغ قبيل الصلاة فإنه يصلي ركعتين أو أكثر تحية للمسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من دخل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولهذا فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى ما أديت تحيته بصلاة ركعتين يركعهما الزائر إذا لم يصادف وقت صلاة وقت فريضة. قال فيصلي ركعتين، والأمر هنا يتحقق بصلاة ركعتين، ولو زاد فله أجر الصلاة. قال ثم يأتي القبر الشريف فيقف قباله قبالة وجهه صلى الله عليه وسلم، يقصد أنه مقابل للحجرة. قال ويستقبل جدار الحجرة ويكون مطرقا غاض البصر خاضعا خاشعا مستحضرا لعظمة من أرسله وفضله على سائر الخلائق، مملوء القلب هيبة
كأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر العلماء أن من آداب الزيارة أن يكون متأدبا مع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقوفه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والمصنف هنا ذكر أوصافا أخشى أن تفهم على غير وجهها، فإنه قال خاضعا خاشعا مستحضرا لعظمة من أرسله. الخشوع هنا لمن؟ لعظمة من أرسله، لله. وبعض الناس يظن أن هذا الخشوع هو للنبي صلى الله عليه وسلم، والخشوع للنبي صلى الله عليه وسلم شرك، فإن الخشوع عبادة لله، ولا يجوز أن تصرف لغير الله عز وجل. والأولى دفعا للإيهام أن ينبه عند زيارة القبر أن يكون المسلم متأدبا، وتتجنب مثل هذه الألفاظ التي قد يفهمها بعض العوام على غير وجهها، وإن كان الشيخ كلامه واضح في قوله خاشعا مستحضرا لعظمة من أرسله. فالخشوع هنا لله وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يوقر ويحب ويعظم التعظيم اللائق به. وأما الخشوع وبعض الناس أيضا يطأطئ رأسه ولربما بلغ هيئة الركوع، فهذا لا يجوز. وبعضهم أيضا يقبض على يديك كهيئة المصلي في الصلاة، فهذه الهيئة لا تجوز عند القبر، وإنما يكون متأدبا لا يرفع الصوت، ويكون على أدب في وقوفه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الخشوع خضوع البصر فإن هذا لا يشرع في هذا المقام، لكن الشيخ هنا نبه إلى الخشوع لله، وهذا في كل وقت. وأما عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فينبه الزائر إلى التأدب وعدم رفع الصوت. ومن الأدب الذي يراعى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحدث المسلم ما يتأذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يتأذى من الغلو ومن الشرك. لما جاء رجل قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. ولما جاءه أناس قالوا يا سيدنا وابن سيدنا، قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم. فنهاهم عن الغلو والإطراء مع أنه سيدنا عليه الصلاة والسلام، ولا شك في ذلك. ولكن كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب بهذه الإطلاقات في مقام التعظيم. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة صادقة فليلزم الأدب الذي ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في مخاطبته له. ولهذا كانوا يسلمون عليه بعد موته السلام الذي كانوا يسلمون عليه في حياته، كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال وكان الصحابة إذا مروا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم سلموا عليه السلام الذي كانوا يسلمون عليه به في حياته، وهم فقهاء الأمة وخيار الأمة وأعظم الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من فقههم، لأنهم كانوا يعظمونه حيا، وانتقاله إلى الحياة البرزخية يبقى مقامه في قلوبهم، ولم يغيروا ما كانوا عليه في حياته. وهذا من فقههم، لأنهم كانوا يسلمون عليه دون أن يضفوا عليه بعض الألقاب والتعظيم، فبعد موته التزموا العهد الذي كان في حياته، كانوا يسلمون عليه السلام الذي كانوا يؤدونه في حياته.
ولهذا كان ابن عمر يسلم بهذا السلام: السلام عليك يا رسول الله. وكان يخاطب أبا بكر: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. ولهذا الذي نحبه لأنفسنا ولإخواننا هو لزوم تحية الصحابة، فهم أفضل الأمة وخيار الأمة وفقهاء الأمة. وهذا الدعاء الذي ذكره المصنف هنا استحبه بعض أهل العلم، والأولى هو لزوم تحية الصحابة وأن لا يزيد المسلم على ذلك. قال بعض العلماء: ولو قال أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة فلا بأس. وأما الإطالة في مثل هذا الدعاء الطويل فإن الأولى تركه، وإن ذكره من ذكره من العلماء فالحق أحق أن يتبع. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسلمون عليه هذا السلام. ثم هذا الدعاء الطويل لو وقف كل زائر حتى يفرغ من هذا الدعاء لكثر الازدحام، ولكثر أيضا كثرة المخالفات والبدع. ولكن لو سلم كل مسلم هذا السلام وانصرفوا لما تكدس الناس عند القبر، ثم يحصل بعد ذلك ما يحصل من العوام ومن غيرهم. قال: ثم يتقدم قريبا من مقام سلامه عليه صلى الله عليه وسلم نحو ذراع عن يمينه، يأخذ عن يمينه قليلا ثم يسلم على أبي بكر الصديق، يقول: السلام عليك يا أبا بكر. ثم يأخذ أيضا عن يمينه قليلا ثم يقول: السلام عليك يا عمر. وهذا هو السلام المشروع على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. قال: ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو بما أحب لنفسه ولوالديه. الدعاء غير مرتبط بزيارة القبر ولا يشرع عند زيارة القبر. وما نبه عليه بعض العلماء قالوا: وإن أحب الدعاء فالأولى أن لا يكون الدعاء بعد الزيارة، حتى لا يظن الناس أن الزيارة مرتبطة بالدعاء. وقد ذكر العلماء أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من زيارة القبور، إلا أن صاحب القبر وهو نبينا عليه الصلاة والسلام له من الشرف والمنزلة ما لم يبلغها رجل من بني آدم. وأما مشروعية الزيارة فكزيارة غيره من القبور، ولا يشرع بعد زيارة القبور الدعاء لا باستقبال القبلة ولا بغيرها. ولهذا الأولى لمن أراد الدعاء أن يكون في غير هذا الوقت، حتى لا يظن أن هذا الدعاء يرتبط بالقبر. ثم لربما بعد ذلك توجه بعض الناس بالدعاء، توجهوا إلى القبر بالدعاء. نعم. قال المصنف رحمه الله: ويحرم الطواف بالحجرة النبوية. قال شيخ تقي الدين رحمه الله: بل يحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقا، ولا يتمسح بالحجرة ولا يقبلها اتفاقا، وكره رفع الصوت عند الحجرة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، وحرمته ميتا كحرمته حيا. وإذا توجه إلى بلده قال ندبا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وينبغي لمن عاد من الحج أن يقوي رجاءه بالقبول ومحو ما سلف، وليحذر من تجديد ذلك. قسئل الحسن البصري رحمه الله: ما الحج المبرور؟ فقال: أن يعود زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه يحرم الطواف بالحجرة وكذلك التمسح بها، كما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: بل يحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقا، لا يجوز الطواف إلا بالكعبة
فلا يجوز بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بمكان معظم كالمشاعر أو غيرها، فإن هذه لها حرمة، ولكن لا يشرع الطواف إلا بما شرع الله الطواف به، وهو عبادة لله، مكانه البيت وهو عبادة لله، الطواف ليس عبادة للكعبة، وإنما هي عبادة لله الذي شرع لنا أن نطوف بالكعبة، ولو شرع لنا الطواف بمكان آخر لطفنا به، لأن التعظيم هو تعظيم لشرع الله ولدين الله، والنبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه في القلوب عظيم، مكانته عظيمة، وما من مؤمن إلا هو يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة نفسه ووالده وولده والناس أجمعين، ولكن أيضا المحبة عبادة، وكل عبادة لا بد لها من إخلاص ومتابعة، فيحب كما أمر الله أن يحب. ولهذا كان بعض أهل البيت يقول لبعض من يغلو فيهم، يقول: أحبون حب الإسلام ولا تحبون حب الأصنام. حب الأصنام أنهم عبدوها من دون الله، وحب الإسلام أن يحبوا في الله كما كان على هذا كبار الصحابة، بل عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يحبونه محبة عظيمة لا نبلغها ولا نبلغ معشارها. كان أبو بكر رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم في حائط له في العوالي، فجاء وإذا بعمر قد قام خطيبا في الناس، وذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بلحظة يسيرة، فجعوا من موت النبي صلى الله عليه وسلم وذهل عمر، وقام خطيبا في الناس وقال: أيها الناس، من كان وقال من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ضربته بسيفي هذا، ووالله ليرجعن رسول الله عليه الصلاة والسلام وليقطعن أيدي رجال وأقدامهم زعموا أنه قد مات. وهذا عمر رضي الله عنه لعظم محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أذهله هذا الموقف العظيم، فقال ما قال. ثم جاء أبو بكر ودخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجده مسجى، أي غطي وجهه، فكشف ما على وجهه من الكساء ثم قبله بين عينيه وقال: ما أطيبك حيا وميتا، أما الموتة الأولى فقد ذقتها، فوالله لا تموتن بعدها. ثم خرج على الناس وقال: مهلا أيها الخطيب، يخاطب عمر، ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت. انظروا إلى صدق هذه المحبة، هذه المحبة العظيمة التي كانت في قلب أبي بكر، ما أنست الصديق رضي الله عنه في هذا الموقف العظيم أن يقول كلمة الحق، فجاء فأدى حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موقف الشفقة والرحمة، وهو ما يسميها الناس اليوم الموقف العاطفي العظيم، لكن هذه العاطفة العظيمة لم تغلب الصديق رضي الله عنه، فجاء يخطب فالناس من كان يعبد محمدا، ويبين أنه بشر، ما قال رسول الله، يبين أنه بشر كغيره من البشر، فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت. هكذا كان الصحابة. ثم رجع عمر بعد ذلك عن قوله بعد أن تلا أبو بكر الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ قال عمر: كأني لم أقرأها إلا يومئذ. فكانوا على محبة عظيمة لا نبلغ معشارها ولا ندانيها، فهذا يذهل من موته وكأنه قد ذهب عقله لحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الصديق ويقف هذا الموقف العظيم وهذه الشجاعة العظيمة مع قوة العاطفة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما غلوا فيه وما أطروه. ولا يعرف عن أبي بكر أنه نظم قصيدة في فضل النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه كان يخاطبه بالتبجيل، لكن كان على محبة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا صدق المحبة، وهو قوة الاتباع والتفقه في سنته ولزوم هديه عليه الصلاة والسلام والابتعاد عن كل ما يغضبه حيا وميتا. وأما دعاوى من يحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبعد الناس عن سنته، بل يرتكب الشرك عند قبره ويدعوه من دون الله ويصرف له العبادات ويسجد للقبر ويتمسح بهذا الحديد الذي لم يمضي عليه إلا سنوات وهو يجدد ويزعم أنه على محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يكون فقيها على بدينه، وأن يفرق بين المحبة الحقيقية وأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة لله، فإن المحبة في الله مما يتقرب به إلى الله، وهذه يجب أن تكون خالصة لله وأن تكون وفق شرع الله عز وجل. شيخ الإسلام نبه على مسألة في محبة بعض من يدعي أنه يحب عليا، فقال: إن هؤلاء لا يحبون في الحقيقة علي بن أبي طالب، وإنما يحبون رجلا يعتقدون أنه معصوم وأنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كذا وكذا. يقول: فإذا جاءوا يوم القيامة ووجدوه على غير ما اعتقدوا فيه، بل وجدوا أن هذا الرجل على مثل ما كان عليه الصحابة، أبغضوه وأبغضهم. فهي محبة موهومة. وهكذا الآن الذي يعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلق من نور الله ومن نور العرش وأنه يكشف الكروب ويعلم الغيب، ما أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما أحب وهما لا وجود له في الحقيقة، فإن هذه منزلة مقام رب العالمين. إذا لم يعتقدها في الله واعتقدها في بشر أو في مخلوق من المخلوقين فقد اعتقد الباطل. ولهذا المحبة الحقيقية في الله أن تحب الرجل على ما هو عليه دون غلو ودون تفريط، بل تحب أبا بكر محبة أعظم من محبتك لعمر، وتحب عمر محبة أعظم من محبتك لعثمان، وتحب عثمان محبة أعظم من محبتك لعلي، ولكن نجمع بين محبة الصحابة جميعا ونفاضل بينهم في المحبة كما أنهم متفاضلون في المراتب والمنزلة عند الله. هكذا دين الله، أن تحب الرجل بحسب ما له عند الله. ثم ذكر أيضا عدم رفع الصوت عند مسجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعند القبر، هذه من الأمور التي يوجه إليها. ولهذا قال بعض العلماء في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قالوا أنها عامة في حياته وعند قبره، ولكن ينبغي أن يعتقد أنه لا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أو يعتقد أنه يعلم كل ما يحصل الآن وأنه يعلم الغيب، ولكنه له مقامه ومنزلته حيا وميتا عليه الصلاة والسلام.
قال أيضا إذا توجه إلى بلده قال هذا الذكر، وهذا عام في كل سفر إذا رجع إلى بلده أتى بهذا الدعاء. أيضا قال من عاد إلى بعد الحج يقوي رجاءه بالقبول ومحو السيئات، يرجع وهو حسن الظن في الله ويرجو من الله القبول وينظر لنفسه بعين التقصير وأن الله عز وجل غفور رحيم، وأيضا يتجنب الذنوب ولا يرجع إليها بعد أن شرفه الله واصطفاه لحج بيته الحرام ولزيارة مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله خاتمة: ينبغي للمسلم أن يخلص نيته لله جل وعلا في جميع أعماله، فإنما الأعمال بالنيات، فيفرض الله تعالى بالعبادة دون سواه، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فلا يجوز صرف شيء من العبادة لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما، والعبادة لا تصلح إلا إذا انبنت على أصلين عظيمين، أحدهما تجريد الإخلاص لله تعالى، والثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأيضا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ففيه تجريد الإخلاص لله تعالى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه أصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه أصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله تعالى، والصواب أن يكون على السنة. فلا ينبغي لأحد أن يشرع ما لم يأذن به الله، إذ لا مجال للآراء ولا مسرح للعقول في تغيير شيء من أنواع العبادة بزيادة أو نقصان أو تغيير أو تبديل، بل الدين كامل شامل لمصالح العباد في دنياهم وأخراهم وفي كل ما يحتاجون إليه في شؤونهم كلها. كما يجب الابتعاد عن جميع ما يغضب الله تعالى من تهاون بأوامره واستخفاف بوعيده وتعد على حرماته تضييع لفرائضه، فذلك إما يوجب المقت والهوان وخسران الدنيا والآخرة. وعلى المسلمين جميعهم حكومات وأفراد أن يتنبهوا لما يكيده لهم أعداء الإسلام بشتى الأشكال ومختلف الوسائل والأساليب للقضاء على الإسلام وهدم قواعده وإطفاء نوره وتفريق وحدة أبنائه ومحو عقيدته وإضعاف رابطته القوية التي جمعت بين الأحمر والأسود. فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، الناس من آدم وآدم من تراب. وعمل أعداء الإسلام جاهدين وبذلوا الأموال وأرسلوا المبشرين حتى حصل لهم ما حصل، وانساق بدعوتهم طغام ابتليت بهم هذه الأمة فأغروهم بالمناصب فأضعفوا كيان الأمة الإسلامية، وما زالت أوضاعهم في تدهور وانحطاط وبؤس وشقاء وقتال وتطاحن حتى تمزقت دولهم وتفرغت كلمتهم، فتسلط عليهم عدوهم واستحل دماءهم وأموالهم وانتهك أعراضهم واقتسم أراضيهم. ذلك لأنهم ابتعدوا عن أوامر الله تعالى وضيعوا دينه وانتهكوا محارمه، وذهبوا يطلبون العز والنصر من أعداء الله، منهم من يميل إلى الشرق ومنهم من يميل إلى الغرب، وتنادوا بالشعارات الزائفة والدعوات القومية والنعرات الجاهلية هذا. ونسأل الله تعالى أن يوحد صفوف المسلمين وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن يمن عليهم بالرجوع إلى دينهم وسنة نبيهم وتحكيم كتاب ربهم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. عبد الله بن محمد بن حميد، رئيس مجلس القضاء الأعلى والرئيس العام لمجمع الفقه، رحمه الله تعالى. ثم ختم المصنف رحمه الله هذه الرسالة العظيمة بخاتمة عظيمة نافعة، ابتدأها بتحقيق هذين الأصلين العظيمين في عبادة الله، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المسلم يجب عليه أن يعبد الله على نحو هذين الأصلين، وأن تكون عبادته خالصة لله كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ما أمروا ليعبدوا الملائكة،
ولا الأنبياء ولا الرسل ولا الأولياء ولا الشمس ولا القمر ولا الأشجار ولا الأحجار أمروا أن يعبدوا الله. والعبادة معلومة: خوف ومحبة وتعظيم وخشوع ورغبة وخشية وإنابة وركوع وسجود ودعاء، كلها تصرف لله، لا يجوز أن تصرف لغير الله. أليس الدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث؟ الدعاء هو العبادة، فكيف يصرف لغير الله؟ كيف يتوجه المسلم إلى غير الله، يستغيث بغير الله، يتوجه بحاجاته إلى أهل القبور الأموات الذين انقطعت أعماله وهم في أحوج ما يكونون أن يدعى لهم، يدعوهم من دون الله؟ الدعاء لله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نقرأ هذه الآية ونسمعها خلف الأئمة، وما أن ينتهي المسلم من الصلاة ثم يأتي للقبور ويرفع يديه ويتوجه بالدعاء، هذا الدليل أن نسمع القرآن ونقرأ القرآن ولا نفقه، وإلا هذا في كتاب الله. هذه الآية آية من كتاب الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله. فإذا نهي من يدعو غير الله قال لا، هذا يحب يكره الأولياء والصالحين، وهذا وهابي. من هو الوهابي؟ وأي دين جاء به الشيخ محمد؟ إنما هو التوحيد. ونحن والله لا نتبع رجلا نعتقده متبوعا لنا في كل شيء إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فما الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلا عالم من علماء الأمة، يصيب ويخطئ، ولا نعتقد عصمته، ولكن الخير الذي جاء به ووفقه الله إليه والدعوة إلى التوحيد وإعادة الناس إلى التوحيد الخالص، هذه منة عظيمة امتن الله بها على هذا الرجل وجعل في كتبه بركة وخيرا، لأنه نرجو إن شاء الله أنه صدق الله في علمه في دعوته فوفقه الله، وهذه سنة الله في كل مخلص صادق. ومع هذا لا نعتقد عصمته، ولا نعتقد أن نتبع كل ما قاله محمد بن عبد الوهاب إلا بدليل، وهو رحمه الله كان يقول هذا، كان يقول إن الاتباع للكتاب والسنة، وأنا لا أدعو لمذهب وإنما أدعو للكتاب والسنة، ولكن الأئمة الأربعة على التوحيد وعلى السنة. يقول: فمن كان حنفيا ناظرته بقول الأحناف، ومن كان مالكيا أو شافعيا أو حنبليا ناظرته بأقوال أئمته. ما كان عنده دين جديد ولا مذهب خامس كما يقولون، وإنما يدعو إلى التوحيد. رموه بالتكفير وهو أبعد الناس عن التكفير، يقول: وأنا لا أكفر إلا ما أجمع المسلمون على تكفيره، فلا أكفر إلا بترك الشهادتين، ولا أكفره إلا بعد المعرفة، يعني أن يعرف بعد التعريف، لا يكفر الجاهل. مع أن كثير من العلماء كانوا يكفرون بترك الصلاة، الشيخ يقول: أنا لا أكفر إلا ما أجمع المسلمون على تكفير. مع أن كثير من أهل العلم أخذ بأحد أقوال أهل العلم في التكفير فكفر، ولكن الشيخ يحتاط في هذا البهت. دعا إلى التوحيد فرمي بأنه يبغض الأولياء ويبغض النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل من كان على التوحيد الآن يرمى بهذا اللقب، وهذا وهم ليس له أصل، وإنما هذا العالم والإمام وفقه الله للدعوة إلى التوحيد، وهذا النصر الذي حصل له والتمكين الذي حصل له ولهذه الأسرة المباركة التي قامت بنصرة التوحيد ومكن الله لها في هذه البلاد، والله ليس هذا لفضلهم في أموال وفي جاه، ولكن نصروا دين الله فنصرهم الله. إن تنصروا الله ينصركم، حتى انتشرت الدعوة وعمت أقطاع الأرض، ما بقي قطر وما بقي مكان في العالم إلا بلغته دعوة التوحيد، ورجع الناس بحمد الله الآن إلى دين الله وإلى التوحيد، وأصبح دعاة التوحيد في كل بلد من بلاد الأرض، حتى في أمريكا وفي أوروبا وفي الصين وفي الشرق وفي الغرب، لا يكاد يخلو بلد الحمد لله الآن من دعاة التوحيد. هذا من توفيق الله.
فعلى المسلمين أن يتوجهوا إلى عبادة الله الذي خاطبهم وأمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة، وهو ينزل في كل ليلة كما صح في الحديث العظيم حديث النزول في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل في كل ليلة حتى يبقى ثلث الليل الآخر فينزل إلى السماء الدنيا فينادي عباده، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رب العالمين ربكم الذي خلق البشر والجن والملائكة وهذه العوالم يدعوك في كل ليلة، كيف نتوجه لغيره ونطلب النصر من غيره، نطلب تفريج الكرب من أهل القبور الأموات الذين لا يملكون لأنفسهم شيئا؟ هذا من أعظم ما لبس به الشيطان على المسلمين في دينه، أن زين لهم الشرك وجعله في صورة العبادة. المسلم عندما يعصي الآن يعلم أنه عاصي، لكن المصيبة أن يقع في الشرك ويظن أنه في أعظم قربة لله، هذه المصيبة، وأن يشرك في رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله ويظن أنه أولى الناس برسول الله، مصيبة هذه عندما تنتكس المفاهيم، ليس انتكاسا يسيرا ولكن عكس الدين تماما. أن يسلك الشرك وأن يتجنب التوحيد، بل يرمى من يحقق التوحيد بأنه مبغض للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك المتابعة بعد الإخلاص لله في العبادة، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمة الآن فتنتها في ماذا؟ أعظم ما ابتليت به الأمة فتنتان عظيمتان، الشرك والبدع. المعاصي لا شك أنها ضرر، ولكن شأنها لا يمكن أن يقارن لا بالشرك ولا بالبدع. فكل واحد منا يعصي، ولكن ما أن يصلي صلاة أو يسمع موعظة وخطبة حتى يتوب إلى الله، وإذا جاء أحد إخواني ينصحه قال جزاك الله خيرا. ولكن أين جاءت الفتنة؟ عندما دخلت هذه الأمة وبعض هذه الأمة في الشرك الأكبر، وخرجوا من أصل الدين إلى الشرك، ودخلوا في البدع، وأصبحوا يعادون السنة وأهلها، ويطعنوا في الصحابة ويلعن الصحابة، يكفر حكام الأمة ويلعنون، ويتقرب إلى الله بدماء المسلمين في الأشهر الحرم في البلد الحرام، ويلعن العلماء على المنابر. أي فتنة لبس بها الشيطان على الأمة أعظم من هذه الفتنة؟ ولهذا ما ابتليت الأمة أعظم من فتنتي الشرك والبدع. ولهذا إذا سلم للمسلم دينه وسلم من الشرك والبدع فهو على خير عظيم. وأما المعاصي لا شك أنها ضرر، ولكن شأنها لا يمكن أن يقارن بشأن البدع، لأنه كما جاء في بعض الأخبار أن الشيطان جمع جنده قال ما فعلتم ببني آدم؟ قالوا أهلكناهم بالذنوب. قال وأهلكوني بالاستغفار. ثم قال لجنده لأبثن فيهم مخالفة لا يستغفرون منها، فبث فيهم الأهواء. ولهذا لاحظ الآن ما جاء طائفة من الزناة أو طائفة من شراب الخمر ولعنوا الصحابة ولا كفروا الحكام أو سفكوا دماء المسلمين، بل الواحد من هؤلاء لو رأى طالب علم صغير استحيا منه وجاء وقال يا شيخ ادعو الله لي، ادعو الله أن يتوب علي، لأنهم يدركون أنهم مقصرون، العصاة يدركون أنهم مقصرون. لكن المشكلة البدع والأهواء التي دخل فيها من دخل من هذه الأمة، فتمكن منهم الشيطان. ولذا قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض في تفسير هذه الآية أحسن العمل أخلصه وأصوبه، فإن العمل إن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن يكن صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. ثم نبه المصنف رحمه الله في خاتمة كلامه على الابتعاد عن ما يغضب الله عز وجل
وكل ما يسخط الله عز وجل. ثم وجه نصيحة لجميع حكومات المسلمين ووجهائهم وعوام المسلمين أن يتنبهوا لمكائد الكفار وأعداء الإسلام. هؤلاء كادوا للإسلام كيدا عظيما، احتلوا بلاد المسلمين وأرادوا أن يستبيحوا بيضتهم، ويأبى الله عز وجل أن يكون ذلك، لأن الله تكفل بأن لا يسلط على هذه الأمة عدوا من خارجها يستبيح بيضتها. فتنبهوا بعد مكر وخبث شديد، بعد دراسة لعقيدة المسلمين وبعد دراسة للقرآن من كثير من المستشرقين الذين عكفوا سنوات طويلة وهم يدرسون الإسلام. هل تظنون هؤلاء يدرسون الإسلام من أجل الإسلام؟ لا، مخطط عظيم، علموا أن هذا الدين لا يمكن أن يحارب بجهل ولا يمكن أن يحارب بالسلاح، فتوصلوا إلى نتيجة أنه لا يمكن التغلب على المسلمين إلا بزعزعة العقيدة في نفوسهم. ولهذا ينقل عن أحد المستشرقين أنه قام في مؤتمر عظيم وتكلم كل من كان معه في الكيد للإسلام، فرفع المصحف بيده وقال: لن تتغلبوا على المسلمين ما بقي هذا فيهم. فهؤلاء وصلوا بعد هذه الدراسة إلى هذه النتيجة، أنه ما دام أن القرآن في الأمة والأمة تعكف على قراءة القرآن وتتفقه فيه، لا سبيل لهم في هذه الأمة. فجاءت الحرب الجديدة وهي أشد ضراوة من الحرب السابقة، وهي الغزو الفكري وتسليط تلك القنوات والشبهات والشهوات على أبناء المسلمين، فتمكنوا منهم حتى أصبح الذي يعلم دينه من المسلمين اليوم قليل جدا. والله لو غربلنا الناس ما تكاد تعلم، تجد في المسلمين إلا قلة قليلة من العلماء وهم يتفاوتون في الفهم، وأما أكثر الناس لا يعرفون عقيدتهم. الآداب، الأكل والشرب الآن مفقودة في المسلمين، الصلاة الآن من الذي يعرف صلاته؟ ولو عرف كيف يصلي 4 ركعات أو ركعتين إذا حصل له سهو ماذا يفعل؟ ناهيك عن عقيدة أهل السنة والأسماء والصفات والقدر والإيمان والشبه التي تعرض للمسلمين في عقيدتهم، من الذي يجيب عنها؟ ومن الذي يعلم السنة من البدعة؟ فتمكن أعداء الإسلام حتى وجد فعلا من أبناء المسلمين من يردد كلامه ويرفع شعاراتهم كما قال المصنف ويتسمى بأسمائهم. وأصبحت الأحزاب التي كانت بالأمس في أوروبا وفي أمريكا في بلادنا اليوم بأسمائها لم تغير، علمانية وليبرالية ووثنية ولا دينية، كلها بأسمائها انتقلت إلينا، وليسوا من اليهود ولا من النصارى بل من أبناء المسلمين. وصدق علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة يفضي حالها إلى أن يوجد فيهم دعاء يدعون إلى أبواب جهنم، قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتهم. فيجب على المسلمين، نحن عندما نتكلم عن حرقة وليس لتشفي، من الذي يتشفى بالمسلمين؟ ونحن كلنا لنا غيرة على إخواننا، ولكن لا يمكن للأمة أن تعود إلى مجدها العظيم وإلى دينها إلا بلزوم السنة، تنصيب الحاكم ما يكون بهذه الفوضى الموجودة الآن بالديمقراطية، وإنما يكون بالشورى باجتماع أهل الحل والعقد، يختاروا رجلا مسلما صالحا، ولا نجاري الكفار في أن الذي ينصب هو الذي يدعو إلى تنصيبه، هذا مخالف للسنة. فإذا رجعت الأمة إلى دينها والله لن تمر سنين. النبي صلى الله عليه وسلم أقام دولة عظيمة في 20 سنة، وحطمت هذه الدولة عروش كسرى والروم، وأقامت دولة بدأت من هذه المدينة. والآن المسلمون لديهم إمكانيات عظيمة، ولا يبقى لهم إلا الرجوع إلى دينهم، إذا رجعوا لدينهم كل الإمكانيات الموجودة عندهم. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وهذا هو آخر الدروس في هذا الكتاب، وغدا هو خاتم دروسنا في هذا الموسم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. وغدا سيكون الدرس تنبيه على بعض الأخطاء
التي يرتكبها بعض الحجاج، ثم نختم الدروس بذلك، ولنا عودة إن شاء الله إن أحيانا الله عز وجل بعد موسم الحج. نسأل الله القبول للجميع والتوفيق، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: هل للإحرام صلاة خاصة به؟ ليس للإحرام صلاة خاصة، ولكن لو أحرم بعد فريضة أو صلاة يؤديها مشروعة مثل الصلاة للوضوء أو راتبة أو صلاة الضحى فلا بأس. نعم. والسائل: هل يصل السلام لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما يصل للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما شيء يختصان به دون غيرهما من أموات المسلمين في السلام. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أن الله أوكل ملائكة السياحين بالأرض يبلغونه من أمته السلام. وأما الشيخان فإن المسلم يسلم عليهما ولهما فضيلة، لكن لم يرد أنهما يختصان بأن يبلغان السلام من الأمة كما هو للنبي صلى الله عليه وسلم. والسائل: دخلت مع حملة حج في جدة وأنا في المدينة، عندما أريد الذهاب إلى جدة أريد أن أحرم من الميقات وألبس ثياب الإحرام، ولكني أخاف من حواجز الشرط على الطريق ولا يصدقون أنني أريد الذهاب إلى جدة لكي أتمكن من الذهاب مع الحملة، فماذا أفعل بشأن لباس الإحرام؟ يجب عليك الإحرام من الميقات، وإذا كان لديك تصريح مصرح لك بالحج لا يمنعك. فعلى كل من أراد الحج أن يستوفي شروطه وأن يحصر على التصريح الذي إذا استخرجه لا يمنع من الإحرام. نعم. والسائل: زيارة البقيع غير ممكنة للنساء لوجود من يمنعهن من الدخول فيها، لكن مقبرة شهداء أحد ليست كذلك، فلماذا هذا التفريق؟ ليس هناك تفريق في الحكم الشرعي، ولكن البقيع لربما كانت هناك هيئة وبعض الجهات المسؤولة، ولا يحصل هذا في مثل شهداء أحد، وإلا الحكم واحد. فإن المرأة على الصحيح أنها ممنوعة من زيارة القبور، لا قبور أهل البقيع ولا قبور شهداء أحد. نعم. قول السائل: في الحديث كان يعجبه التيمم في شأنه كله، هل هذا في كل شيء كما يفعله البعض حتى يلبسون الساعة في اليمين، وهل كل العموم؟ التيمم هنا جاء في بعض الأحاديث أنه للأشياء الشريفة، للأكل والشرب والسلام، وكانت شماله لطهوره عليه الصلاة والسلام، هذه هي السنة. وأما لبس الساعة فأمر عادي هذا، سواء لبس في اليمين أو اليسار، وأرى أن من ظن أن لبسه في اليمين سنة أن هذا فيه تجاوز للسنة، والسنة لا يجوز أن تقرر بعقل أو برأي. وإذا قلنا هذا يعني أن من لبس الساعة في شماله فقد خالف السنة، وهذا ما قال به أحد من أهل العلم. والشافعي كان يقول: من استحسن فقد شرع. أما كون إنسان هو يحب هذا لنفسه هذا لا بأس، لكن كون نقول هذا سنة فهذه أمور عادية، لبس الخاتم لبس الساعة لم يرد فيه شيء. نعم. والسائل: بعض الناس يرفعون أيديهم عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة قبره، فهل ورد فيه شيء؟ هذا لم يرد، وإنما رفع اليدين يكون عند الدعاء وليس من مواطن الدعاء القبر، وإنما يكون الدعاء في المسجد. والسائل: أرجو منكم بيان كيفية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم في المدينة، هل كلما أتى المقيم إلى المسجد تشرع الزيارة، أو في كل شهر أو بعد رجوعه من كل سفر؟ لا يشرع له أن يتخذ الزيارة عادة في شهر أو في سنة أو عند السفر أو عند القدوم، وإنما يشرع أن يزور أحيانا ويترك أحيانا من غير أن يحدد. وأما كونه يتخذ القبر عيدا في الشهر أو في السنة أو عند الزيارة فإن هذا لم تدل عليه السنة. قل السائل: قلت لشخص: والله إن سمعت إزعاجا لا أفعلن كذا وكذا، ثم سمعت صوتا بسيطا ولم أفعل ما أقسمت على فعله، فهل علي كفارة يمين علما بأن الصوت كان لمدة قصيرة؟ هذا على شرطك، إذا كان هذا مزعج بالنسبة لك فأنت يجب عليك أن تفعل ما قسمت عليه إذا كان أمرا مباحا، وإذا كان فيه مخالف ومعصية فتكفر كفارة يمين. نعم.
يقول السائل: قمت بالعمرة وعند الصلاة في المسجد النبوي قمت بزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وطلبت منه أن يدعو الله لي بأن يغفر الله لي ولوالدي وأن يدعو الله أن يرزقني زوجة صالحة، فما صحة ما قمت به؟ وإذا كان غير مشروع فما التكفير عنه؟ هذا غير مشروع، بل ذكر بعض العلماء أن مخاطبة الأموات شرك، ولكن السائل يظهر عليه الحرص على السنة ويظهر أنه لم يعلم الحكم، فنسأل الله أن يغفر له، ومن عمل شيئا وهو جاهل نسأل الله عز وجل أن لا يؤاخذه بذلك، ولكن لا يرجع إلى هذا مرة أخرى. فلا يجوز مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، حتى أن بعض الصحابة في التشهد السلام عليك أيها النبي بعضهم قال نقول السلام على النبي، فرارا من مخاطبة الأموات، مع أن السنة هو أن التشهد هكذا ثبت ولا يغير، ولكن الشاهد أن الصحابة كانوا يكرهون مخاطبة الأموات، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قل السائل: ماذا نقول للمسلمين الذين ولدوا في الإسلام ويظنون أنهم أفضل من المسلمين الذين أسلموا حديثا، وهذا ظن منتشر بين العرب في بلادنا؟ ليس هذا بصحيح، لأن درجة الرجل في الإيمان بحسب إيمانه، فقد يكون الذي أسلم حديثا ومعلوم أن الإسلام يجب ما كان قبله، ولربما يعني مضت عليه أيام وهو ليس له من الذنوب ما لبعض الذين ولدوا في الإسلام، وبعض الناس قد يموت بعد إسلامه بفترة يسيرة تكون له منزلة عند الله عز وجل، وبعضهم أيضا جرب الجاهلية وعرف الإسلام فيكون إيمانه أقوى، وهذا نلاحظه في بعض المسلمين الجدد أن لديهم يقين وقوة إيمان قد لا يوجد عند بعض الذين ولدوا في الإسلام. نعم. قل السائل: هل يجوز تدريس أساس الإسلام وأسسه للمسلمين وغيرهم عبر الشبكة؟ نعم، ينبغي أن يبذل كل الأسباب في تعليم المسلمين دينهم، أصول العقيدة والإسلام والسنة وأركان الإيمان وأركان الإسلام وأنواع التوحيد، ويبذل المسلمون كل ما يستطيعون في تعليم طلاب العلم والعلماء كل ما يستطيعون في تعليم الناس دينهم. قل السائل: ما أحسن ترجمة لمعاني القرآن للمسلمين الجدد؟ هل هو التفسير الميسر؟ أنا أنصح أن يراجع قسم الترجمة لمعاني القرآن في المجمع، فلديهم خبرة وصبر وخبرة طويلة بهذه التراجم، يرجع إليهم ويستفيد منهم ومن خبرتهم. قل السائل: أنا أملك كتبا وملابسا فقط، كيف توزع بعد موتي ولي زوجة وابنان مسلمان وباقي الأسرة نصرانية؟ هذا ميراث، والميراث الله عز وجل تولى قسمة الميراث، فيقسم بعد موتك على أهله بحسب القسمة الشرعية. نعم. قل السائل: رجل عنده نية الحج من المدينة ولكن دخل مكة دون أن يحرم من الميقات ودون لبس الإحرام ويريد أن يحج من مكة. من أراد الحج فلا بد أن يحرم من الميقات، ولا يجوز له يتجاوز الميقات ويحرم من مكة، وإنما يحرم من الميقات الذي مر به، فإذا تمكن من الرجوع إليه يرجع إليه، وإذا لم يتمكن وأحرم بعد تجاوزه الميقات فيجب عليه أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم. قل السائل: امرأة كانت إذا قدمت من السفر كانت تقصر في محل إقامتها شهرا جهلا منها، وقالت إنها سمعت أن الصحابة كانوا يقصرون شهرا، فما حكم صلاتها فيما سبق، فماذا تفعل؟ هذا قول لبعض أهل العلم، وهو أن مدة السفر ليست محددة بوقت، ولكن الصحيح أنه والأحوط أنها إذا قامت أكثر من 4 أيام فيجب عليها أن تتم، على قول من يقول بذلك، ولا أقول أنه هذا عام الوجوب، وإنما هو عند من يقول بهذا وهو أحوط. قل السائل: حاج من الأردن جاء إلى الرياض 4 أيام ثم ذهب إلى مكة للحج، فهل عليه دم ومن أين يحرم؟ أعد. حاج من الأردن جاء إلى الرياض 4 أيام ثم ذهب إلى مكة للحج، فهل عليه دم ومن أين يحرم؟ يحرم من ميقات أهل الرياض، لأن سفره الأول الذي أنشأه للرياض ليس للحج، فإذا جاء من الرياض هو كغيره من أهل الرياض، يمر على الميقات وهو السيل الكبير ويحرم منه. قل السائل: وقف في عرفة وبعد النزول من عرفة بقي يمشي إلى المزدلفة وهو في الحافلة إلى 9:30 صباحا ولم يحقق المبيت في المزدلفة، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، من شرع في الخروج
من عرفة ويريد مزدلفة وصادفه الزحام ليس عليه شيء. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. ما عندك أسئلة؟ نكتفي بهذه الأسئلة، لأن كنا لن عاد نرجع، فنكتفي بهذه الأسئلة هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.